وحق مشروع لجميع الأندية وجميع اللاعبين، لكن لابد أن يجتهد اللاعب ولابد على الأندية أن تعمل من أجل ذلك. الآن بوشر عنده فرصة، خطرة في الجول. بوشر على فريق مولدي يظهر ويأتي بالهدف، وبالتالي الآن بوشر هو من يتقدم بالهدف الأول. وسط فرحة كبيرة جدا من جانب لعيبة نادي بوشر بهذا التقدم، وما في شك صدمة كبيرة لأنصار نادي النصر بعد غفلة دفاعية. لاحظ هذه اللعبة أرسلت من منتصف الملعب، دوردي حاول وفي النهاية مولدي مر فيها وتقدم وسجل الهدف وأعطى نادي بوشر ربما الأفضلية التي كانت موجودة في الدقائق التي مرت. كان قريب وهدد مرمى محمود اليوسف إلى إنجاء الهدف عن طريق هذا اللاعب مولدي النخري. إذن يسجل الهدف الأول، وبالتالي يجعل نادي النصر الآن مرة أخرى يعاني وتحت الضغط.